السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد ورجعنا فيديو جديد على القناة. واليوم راح أتكلم عن ملخص مؤتمر سامسونج الأمباكت 2020 اللي أجا في أجهزة مثل النوت 20 ونوت 20 ألترا وتاب S7 والS7 بلس والبودز لايف والسمارت ووتش 3 والتليفون اللي ما حد أتكلم عنه الفولد 2. كل هذول الأجهزة بتفصيل بس بعد انترو القناة. الجهاز الأول عرضوه في الأمباكت 2020 هو أكيد النوت 20 والنوت 20 ألترا، جهازين من عائلة النوت، بس النوت 20 ألترا نفس الأس 20 الألترا. كيف؟ بيجي بنفس المعالج وبنفس التصميم وبنفس الأداء وبنفس البورد وبنفس الرام والذاكرة وبنفس الشاشة بمساحتها وتحديث الشاشة ريفرش ريت. وحتى الأس 20 ألترا فيه ميزات أعلى مثل بطارية 5000 ملي أمبير والزوم 48 ميجا بكسل بدل 12 ميجا بكسل الحالية. فنفوت على تفاصيل النوت 20 والنوت 20 ألترا. بلش بالتصميم. النوت 20 العادي اجى ظهره خليط من الزجاج والبلاستيك تحت اسم جلاستيك. تدفع $900 عشان تاخذ جهاز فلاكشيب، بس انت هون تدفع $900 حاطين لك جلاستيك يعني قزاز وبلاستيك. عندك 3 كاميرات خلفيه بكل الاجهزه على شكل حلقه. اما بالنوت 20 الترا اجى في ليزر للفوكس اللي بيستخدموه بالكاميرات احترافيه عشان يسرع من عمليه الفوكس. مستشعر ال 108 ميجا بكسل الموجود بالاس 20 الترا كبير جدا وصعب تتحكم فيه نقطة الفوكس. النوت 20 العادي راح اعمل له فيديو لحال، بس اليوم راح اتكلم على النوت 20 الترا لانه بده فيديو كامل اتكلم عن جهاز واحد. راح اتكلم اليوم بس النوت 20 الترا بيجي ظهر من الزجاج الخالص ما فيه بلاستيك، وبيجي عندك فريم الالومنيوم، التليفون مدعوم 4 مايكات لتسجيل الصوت، عندك سماعه ستيريو جدا صوت عالي وبتشغل مع السماعه المكالمات لتعطيك صوت دولبي اتيموس. فمن ناحيه تصميم جدا حلو، من ناحيه تصميم الجهاز جدا ممتاز. بالنوت 20 الترا ما حطوا له بلاستيك بالجهاز لانه تليفون من الصنف العالي فلاكشيب على جهاز من سامسونج، فرا اكيد راح يحطوا لك قزاز. اما النوت 20 العادي عشان رخصوا من السعر فحطوا لك بلاستيك مع قزاز. اما نروح للشاشه، شاشه النوت 20 الترا تيجي 6.9 انش منحني، شاشه النوت 20 تيجي فلات مسطحه 6.7 انش، شاشه النوت 20 الترا تيجي دايناميك اموليد اكس 2 تحديث شاشه 120 هرتز على الالترا، النسخه العاديه بتيجي 60 هرتز عليها اموليد. مواصفات اخرى للشاشه النوت 20 الترا، كثافه بكسلات 508 بكسل كل انش، 20:9 ابعادها 20:9 واضاءتها 1500 نت. اما اضاءه النوت 20 العادي 1100 نت، في اضاءه الجهازين راح تكون جدا عاليه تحت الاشعه الشمس. من ناحيه الاداء، الاداء نفسه الاكزانوس 990 اللي تكلمت عنه اكثر من فيديو وشرحت عنه عن مميزاته، اعطيك مميزاته على السريع. معالج 7 نانومتر 8 كور بدعم ال 5G مودم. ومن تفاصيل المعالج نواتين مانجوس، وعندك نواتين كورتكس A 76 وأربعة أنوية كورتكس A 55، وعندك جي بي يو مال جي 77 ام بي 11 بشغلك أقوى الألعاب، وعندك الان بي يو دول كور الذكاء الصناعي مبني معمارة 7 نانومتر، والمعالج بقدر يصور 8K 30 فريم. معالجهم قوي صح، بس تمنيت لو حطوا معالج أحدث من إكزم. النسخة العالمية للصين ولأمريكا حطوا لك السناب دراجون 865 بلس الجديد الأطلق قبل الاسبوع المكسور السرعه بلس، فتحس اداء، فرح يكون الاداء السناب دراجون 850 بلس اقوى بفرق واضح الاكزونوس 990 من ناحيه الطاقه من ناحيه الاداء. تمنيت لو كان معالج اقوى من 990 اللي شفناه على الاس 20 الترا. الذواكر بدعم هذا المعالج 12 جيجا بايت من الرام البي دي دي ار 5، وعندك يو اف اس 3.1 256 او 512 جيجا تخزين، مساحات جدا ممتازه. وراح اتكلم شوي عن السعر، كله محسوب على السعر طبعا. بالنسبه للكاميرات الجهاز النوت 20 الترا 3 كاميرات خلفيه مع ليزر فوكس، الكاميرا الاولى 108 ميجا بكسل فتح عدسه f1.8، والكاميرا الثانيه الترا وايد f2.2 12 ميجا بكسل، وتليفوتو كاميرا اللي تجي مثل تلسكوب 12 ميجا بكسل بيتصور ل 50 اكس فتح f3.0. تغير بالنوت عن الاس 20 الترا هي تلسكوب، التلسكوب على الاس 20 الترا بيجي 48 ميجا بكسل تقنيه الدول بكس، اما النوت بعطيك 12 ميجا بكسل للتليفوتو، فالاس 20 الترا افضل من ناحيه الزوم، كمان بعطيك 100 اكس الاس 20 الترا. نوت 20 الترا بعطيك زوم 50 ضعف، فاشتغلوا هم على ال 50 وتركوا ال 100، حسب الشركه بقولوا على ال 50 صارت افضل من ال 50 على الاس 20 الترا، بس الشيء بتغير بالنوت هو الليزر، الليزر الفوق بعطيك اداء
جدا ممتاز من ناحية الفوكس، لأنه المستشعر 108 ميجا بكسل الموجود بنوت 20 ألترا جدا كبير وصعب الحكم بالفوكس. أما فحطوا لك ليزر عدد الهدف ويعمل لك فوكس عليه بشكل سريع جدا، عندك فلاش غير مزدوج. هذول كاميرا موجودات على ظهر الجهاز. كاميرا أمامية 10 ميجا بكسل فتحة زي F2.2، كاميرا نفس الاس 20 ألترا. مع اس 20 ألترا مش راح يحس بفرق من ناحية الكاميرات، إلا الفوكس راح يصير أفضل على هذا الجهاز. ننتقل لتصوير الفيديو. تليفون قادر تصوير الفيديو الاكي 24 فريم سينمائي، بصور 4K 60 فريم 30 فريم، والفول اتش دي كمان 60 او 30 فريم. ممكن يصور 960 فريم على الاتش دي وكمان 960 فريم على 1080 بي فول اتش دي. والكاميرا امامية ممكن تصور 4K 30 فريم. اما ناحية البطارية، البطارية بسعة 4500 ملي امبير، تشحن شحن سريع من 0 ل 50% خلال نص ساعة. بيجي بالعلبة 25 واط، بدك تشحن اكثر من 25 واط تشتري شاحن ب 69 دولار 45 واط بيشحن التليفون ساعة في الجهاز. الاشي فقده طبعا النوت 20 ألترا 4500، اما الاس 20 ألترا 5000 ملي امبير، فهون تنازل على البطارية. ليش؟ ما بعرف، راح اعطيكم رأيي بالجهاز اخر الفيديو. نيجي للاسعار. السعر نسخة 12 جيجا بات رام و 256 جيجا، استعدوا للمفاجأة، 1300 دولار من المصنع. النوت 20 العادي 1000 دولار. نيجي سعر المصنع، سعر جدا غالي وبعرف شرح يرضي كثير مستخدمين، وراح يتجهوا للاس 20 ألترا. الاس 20 ألترا حيعطيك مميزات اعلى من هذا الجهاز، بطارية 5000 وكاميرا تيلي فوتو بالاس 20 ألترا اقوى. اما ناحية القلم الموجود بالنوت، النوت مشهور بناحية القلم، فهون القلم صار 9 ملي سكند بدل 27 ملي سكند، يعني كأنك تكتب على حبر ورقة من دون ديلي او ليتنسي، تأخير بين قوسين، فمش راح تحس بتأخير ان تكتب بقلم الاس 20 والاس 20 ألترا. أعطيك أداء جدا ممتاز من ناحية الاختصارات، من ناحية الكتابة تكون جدا شيء جميل. اللي متعود على النوت راح يشتري هذا الجهاز، واللي بده أقوى من النوت وبسعر أقل الاس 20 ألترا هو تليفون، فما بنصح بهذا الجهاز. عندك بديل الاس 20 ألترا مميزات أعلى وبسعر راح يكون أوطى من هذا السعر، حدود 900 إلى 850 دولار الاس 20 ألترا. المنتج الثاني اللي عرضوه بالأنباء، تاب الاس 7 وتاب الاس 7 بلس 13 إنش و11 إنش. ليش أنا قلت هون 13 إنش؟ هو 12.5 فاصل، فانا اختصرت عليك قلت لك 13 انش و11 انش. معالج سناب دراجون 855 بلس، ما في اكزانوس، شاشه 120 هرتز حديث ريفرش ريت، ومعه قلم ال9 ملي سكند كمان. هالمعلومات اعطونا اياها بالانباء. المنتج الثالث البودز لايف. البودز لايف هون شكلها مثل كليه الانسان، ولا انا غلطان؟ فشكلها مثل كليه الانسان وشكل غريب جدا، ما فيها ربر، ما راح تزعجك من ناحيه الصوت ومش راح تعرق اذنك ابدا حسب ما قالوا، وصوتها نقي. المنتج اللي بعديه سمارت ووتش 3. سمارت ووتش 3 اجل ميجاسين 41 ملي 42 ملي، تجي بشاشة سوبر أموليد، ماتيريال جدا ممتازة من الألمنيوم، في تيتانيوم كمان، في مقياس دقات القلب والرياضة وتشبع الأكسجين في الدم والضغط، والأسعار راح أحط لك إياها في الشاشة. والمنتج الأخير اللي ما حد تكلم عليه الفول 2. الفول 2 هون تحسينات أجت أكثر، أعطونا شوية تفاصيل في المؤتمر، فأعطوكم تفاصيل بسرعة. شاشة خارجية بتيجي 6.2 إنش عكس الفولد العادي اللي أجت 4.2 إنش قبل ما تطوي الجهاز. بس افتح الجهاز راح تيجي شاشة 7.6 انش، ما فيها قذلة او نوتش، فيها هولو بنش على الشاشة، وحجم الشاشة 7.6 انش. عندك استغلالية جدا ممتازة من ناحية الشاشة، عندك نفس كاميرات النوت 20 ألترا حطونا على الفولد، ومعالج 865 بلس على الفولد 2. هاي المعلومات ذكروها في المؤتمر. اما الاسعار، الفولد ما اعلنوا عنه، الاسعار طالع عندكم قدامكم بالشاشة، سعر النوت 20 وسعر الاس 7 وسعر البود لايف وسعر الووتش 3. كانت هاي مؤتمر الانباك 2020، فانا نصيحتي لا تشتري النوت 20 ألترا، لأنه راح يقل سعر الاس 20 ألترا. والاس 20 ألترا فيه مميزات أعلى مثل البطارية والتلسكوب، بعطيك 100 إكس و 48 ميجا بكس. أنا من رأيي شخصي اشتري اس 20 ألترا بسعر أرخص، لأنه جهازين نفس الإشي، النوت 20 ألترا والاس 20 ألترا نفس الجهاز، بس بختلف شوية أمور، قلم من هون، قلم من هون، كاميرا فيها فوكس من هون، وأشياء بسيطة، تحديثات بسيطة. وبس هاي الفيديو اليوم. إذا عجبك الفيديو استخنا لايك، إذا عجبك القناة اشترك فعل زر الجرس، الفيديو متعوب عليه. أعطينا لايك وشكرا لكم على المتابعة للآخر. هون الفيديو، معكم محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.